غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. مساء الخير. سلام ونعمة. أهلا بيك. القصة الدكتور سامح موريس موجود؟ لا. طيب في حد موجود ممكن نسأله على استفسار معين؟ لا، هو الكنيسة كلها يعني مشوا، وأنا كنت باكل وماشي بتصفي جرس التليفون. طيب ممكن أسيب حضرتك رسالة توصليها للكنيسة لو سمحتي، حد مسؤول لو سمحتي. اتفضل. الرب يباركك ويبارك تعب حضرتك. ايه الصوت الغريب ده؟ لا بيأكلوا جبين. طيب ممتاز ممتاز ممتاز. حضرتك، انا اسمي الشيخ وسام عبد الله، وانا راجل باحث في المسيحيه، وعندي استعداد لمناظره اي شخص عنده علم من الكنيسه الانجيليه. فحضرتك اي كاهن او ليه رتبه كنائسيه او دكتوراه في اللاهوت او رئيس جامعه اللاهوت، انا مستعد نظره في عصمه الكتاب المقدس. فريد توصلي الكلام ده، انا قلت لك قبل كده اعتقد، للكنيسه، وانا هتصل بك الاسبوع القادم اذا شاء الله. ان شاء الله. معاك الشيخ وسام عبد الله من غرفة الحوار الإسلامي المسيحي في برنامج البلطوك. مع السلامة. كان معانا لواء مباشرة الآن الكنيسة الإنجيلية بقصر الدبارة. تصل على الدكتور القس سامح موريس، والرسالة دي ثاني مرة نبلغها له. ألو، سلام ونعمة. سلام المسيح. اهلا وسهلا بك، لعلك بخير، ربي يباركك. شكرا شكرا شكرا. معاك ابو مريم من نيويورك. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. ممكن ناخد بركه ونتعرف على حضرتك؟ معايا مين؟ انا ديانا. ديانا، اهلا وسهلا سيده ديانا، اسم جميل على اميره انجلترا. سيده ديانا، كان عندي استفسار بسيط، هل في حد موجود من المذيعين او الكهنه يرد عليا؟ حاليا لا، المذيعين او كانوا بيبقوا موجودين بس لما بيكون في تصوير. دلوقتي مبيبقاش في حد موجود خالص. يعني فقط لما يكون في تصوير، لما فيش تصوير ما حدش موجود الان؟ لا، ما حدش موجود غير الناس اللي شغاله في الاوضه، اللي هو انا وحد تاني معايا وخلاص. طب ممتاز. في استفسار ممكن يعني لو في امكان ناخد بركه ويعني نعرف من حضرتك لو في امكان؟ يعني حضرتك على ايه؟ استفسار على الانجيل، يعني من الانجيل يعني. حضرتك بالنسبه للوصايا، الوصايا يسوع يقول ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وكمان بيقول الذي عنده وصاياي واحفظه هو الذي يحبني، وكمان بيقول ان حفظتم وصاياي تثبتون فيه. وبعدين اخر حاجه قاله قبل الصعود في انجيل متى 28:20، علموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به. وبعدين في نصوص جميله جدا، يسوع يقول من ينكرني امام الناس انكره. حضرتك محتاج كاهن، يعني حتى المذيعة مش هتقدر ترد على كل الاسئله دي. حضرتك انا ممكن ادي لك رقم. حضرتك مذيعة؟ لا انا مش مذيعة، انا شغاله في الاوفيس. اهلا وسهلا. طب دقيقه واحده اخد الرقم من حضرتك، اتفضل.
احنا ندي رقمه للناس، انا عشان كده بقول لحضرتك سيدة ديانا الافضل انك تتصل في خلاص وقت برنامج. ممتاز جدا سيدة ديانا، انا بشكرك جدا على ادبك واخلاقك العاليه. بالعكس يعني يعني انت بالعكس. حضرتك كمسيحيه يعني ما تقدريش تفيديني في سؤال بسيط؟ يعني انا مش دارسه، فانا يعني ما اقدرش ارد عليك في حاجه وانا ما اكونش دارسه فيها. الافضل ان انت تاخد الاجابه من حد يكون دارس وعارف المواضيع دي. بس الأخت ديانا يعني الكتاب المقدس بيقول كما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، فالواحد لابد إن هو يعرف إن هو على حق قبل الموت، قبل الدينونة، قبل يوم الدينونة. الإنسان لابد يكون متأكد أكيد نفسه، لأن يوم الدينونة يسوع بيقول كثيرين سيقولون لي في ذلك يوم يا رب يا رب أليس تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة، حينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قد اذهبوا عني يا فاعلي الاسم. فالمفروض الإنسان يتأكد إن هو على الحق، سيبك يعني مع احترامي للكهنة والبابا، مع احترامي لكل الناس دول، لكن الشخص يوم القيامة الرب هيسأله. الواحد بقى ما يقول له انتظر أكلم أبونا أنا ما عنديش فكرة، لا ما ينفع، لأن حتى الكتاب المقدس بيقول في رسالة أولى كورنثوس 15 28 معلش معلش ثواني. يعني هو ربنا هيسألني ان انا ليه ما ردتش على حضرتك في الإجابة بتاعت السؤال؟ ليه لا يعني مش الكتاب المقدس اقول اقول انا لما ما ردش احسن ما ارد واقول لك حاجة غلط. طيب انا اقول فانا لحضرتك عامة شخص ما بيحبش، ممكن اي حد تاني يقدر يرد عليك، ممكن يكون عندي الإجابة بس انا ما اقدرش اقولها. لا بصي I'm not authorized ان انا اقول حاجة it's not my business. انا مدمج لا مش موضوع انا اقدر اتكلم سيدة فيه، ديانا فربنا ما يحاسبنيش سيدة ديانا لو انا قلت حاجة افرض طلعت غلط. انا سيدة عارفة ديانا ايماني، عارفة ايماني وبأمن بربنا وبروح سيدة ديانا الكنيسة سيدة بحضر ديانا قداسات وانا قلبي مع ربنا، طيب هو ده اللي يهم ربنا. سيدة الكلام ديانا بقى اللي حضرتك بتقوله ده كله ليه مبرر واحد بس. كثيرون اثناء ما الناس بتتحلل بقى في قضايا اللاهوت والحاجات دي، الناس الغلبانه الطيبه اللي عندها ايمان بس هي اللي بتتسلل لملكوت السماوات. ممتاز. معرفش حضرتك عندك انا تفسير فاهم للموضوع فاهم، ده. بس المشكله يا فندم انت بتقولي انت ما عندكيش سلطان. لا عندك سلطان ازاي؟ هذا ما يقول يسوع، اكرزوا شغاله بالانجيل. هنا في القناه عشان ارد على اسئله الناس، انا طب شغاله ما انا هنا في بسالك القناه سؤال عشان اهو، انا بسالك سؤال بتقول ما عنديش، ما اقدرش ارد على اسئلتك. انا اهو طبعا ما اقدرش ارد على سؤال ليه علاقه بالكتاب المقدس، ما اقدرش ارد على حاجه ليها علاقه بالانجيل وكلام ربنا طالما انا واحده مش اوثورايز ان انا ارد. انا يا ما اقدرش فندم ارد عليك العملية حاجه يا سيدة دينا، العملية مش authorized or not authorized. العملية you are a Christian, you supposed to understand your religion, you supposed to have a total command of your religion, you supposed to have a knowledge of your religion. No, if you understand I'm trying to ask you question you say no. اوكي حضرتك واضح ان انت دارس او متعمق وحافظ ايات يعني اسم الصليب ربنا يحافظ عليك. انا مش زيك، انا اغلب منك فانا ما اقدرش ارد عليك. يا انا عايز فندم حد يا يبقى فندم دارس يعرف يرد عليك، يا لكن فندم انا مش دارس، انا اخري بس مدارس احد. فانا اللي انا الايمان بتاعي والحاجات اللي اقدر افيدك فيها او ارد على اسئلتك فيها اسئله كيندر جاردن اللي هم الاطفال الصغيرين. اعتبريني ارد عليهم، لكن اعتبريني الناس الكبيره اللي بتبقى معاها بقى اسئله وعايزه تدخل وتتعمق انا مش متعمقه عشان ارد على حد. بس الموضوع بكل بساطه يعني يعني you cannot judge anybody على انه ما يقدرش يرد على اسئلتك. I did not judge you. Who said I judge you? I never judge you. Listen, listen, sis. I never say anything about judgment or I judge you or judge anybody. If I am a Christian, I supposed to have a good command of my religion, good knowledge of my religion. I think you don't have it because if you have it, you will answer my questions. I don't think so. Okay, maybe. Yeah, I don't have it. I don't have it. I don't have it. What are you gonna do you in the day right. of judgment if have, God Almighty asks why you? I can't answer your question. Okay, in the day of judgment, when God Almighty asks you, you will tell him, go ask the priest, go ask the Pope. ما ينفع يا أختي، لازم تكون عارفة دينك عشان يوم القيامة مش ولا البابا ينفع ولا حتى يسوع. المفروض أنت تكون عارفة دينك، وبعدين الكتاب المقدس واضح، أنتوا عندما تسألوا أي سؤال مش أنت اللي بتجاوبي، الروح القدس فيك اللي بتجاوب لو أنت مؤمنة إن هذا الكلام كلام الله وده كلام المسيح. إنجيل ما بتعتقد الإصحاح الإصحاح 10، فعندما
تسألي سؤال، اللي بيرد مش انت، روح الآب الذي فيكم، روح الآب الذي فيكم. فإذا كنت انت مؤمنة وعارفة ان الكتاب ده كلام الله وان المسيح هو الله، لابد تؤمني من الكلام ده، ما تخافيش اما حد يسألك سؤال، لان الكتاب واضح: كونوا مستعدين دائما لان تردوا على من يطلب منكم دليل. استثناء، ما قالش الكلام ده للكهنة بس، الكلام موجه للجميع ولجميع الطوائف، من البابا للبواب مع احترامي. القس داود لمعي بيقول في شرح هذا النص: انت كخادم او كمسيح جاهز ترد على اي شخص في اي وقت، جاهز ترد على اي شخص في اي وقت. ازاي اكون انا حضرتك مسيحيه تقولي لا اسال حد تاني؟ اسال حد تاني ليه وانا بكلم واحده مسلمه او بكلم واحده يهوديه؟ انا بكلم واحده مسيحيه. طب الموضوع ببساطه، لو هو الموضوع كده ما كنت حضرتك رديت، يعني واضح حضرتك دارس وبتقرا لابونا داود لمعي وبتسمع وعظاك وكده، يعني انت اكيد هيبقى عندك نفس الرد. طب ما انت عندك اسئله اهي، ما هي الاسئله اللي عند حضرتك دي انا ما اقدرش ما اعرفش اجاوب عليها. شوف يا سيدة، انا ما اعرفها، شوف يا سيدة، ما اعرفش الرد. طب انت مسيحيه ازاي اذا كنت مش عارفه ترد بدينك؟ مع كل احترام، انت سيده محترمه ومؤدبه، ما فيش كلام. الكتاب بيقول انجيل متى 10 19 ايوه 20. معلش معلش ثواني، هو انا لازم ابقى حافظ الانجيل لا مش من لازم، الجلده للجلده لا وعارفه التفاسير كلها لا، عشان يبقى عندي ايمان هذا كلام غير صح. ما حد طلب منك كده. يسوع بيقول: فمتى، لا ما حد طلب مني كده، لا انا ما طلبت كده، فمتى اسلموكم فلا تهتموا كيف او بما تتكلمون، لانكم تعطون في تلك الساعه مما تتكلمون به، لان لست انتم متكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم. لو حضرتك مؤمنه ان هذا كلام الله ويا الله ويسوع، ويسوع بيقول كده، يبقى المفروض حضرتك ريزي عادي جدا تقولي ما تعرفي. اسالك سؤال، اتفضل. انا انت عارف الاجابه ايه؟ تقول انا هجاوب على قد ما اقدر صراحه حسب المعرفه بتاعتي بس. اقول لك ماشي، ما عنديش اي مشكله، بس لازم يكون عندك اجابه مهما كانت هذه الاجابه، على قد علمك ماشي، زي ما بقول المسلمين. طب بقى انا قلت لك الاجابه اللي على قد علمي دي وانت خدتها بطريقه ثانيه وعملت لك عثره، مش ده هيبقى اسوأ من ان انا اجاوب اصلا؟ طيب ده مبدأ في حياتي انا. جميل ممتاز، اسمي ديانه، بغض النظر ممكن الناس التانية تعمل كده، بس طيب. انا كبني ادم ما احبش ارد على حاجه طالما انا مش عارفاها، ما احبش افتي، حتى لو هقول هرد على قد المعرفه بتاعتي، لا حتى لو معرفتي قليله ما ردش، لان انا ما بحبش اقول حاجه ما بقاش 100% متاكده منها. بس هو ده كل الفكره. ممكن حد تاني يرد عليك باللي هو ممتاز. زي ما انت بتقول بحسب معرفتي انا، طيب. بحسب معرفتي، حتى معرفتي القليله دي انا ما اقولهاش، طيب السيدة لان انا ديانا مش متاكده ان هي دي اللي المفروض تتقال ولا لا. كويس، انا بس هختم معاك، انت سيده مؤدبه ومحترمه يعني، فاسمحي لي بس لو تسمحي لي رساله بسيطه كده لو تكرمت يعني. انت ابو مريم اللي بتكلم معاكي، ما اعرفش يمكن سمعت الاسم ده قبل كده او تعملي عليه بحث. انا اسمي وسام عبد الله، وانا لي اتصالات على جميع الطوائف المسيحيه من سنه 2008، ومنهم ما زال اتصالات. ولو تحب تسمعي انا سمعت اتصالين على البابا توادرس نفسه شخصيا. طب يا حضرتك بكل اللي انت بتقوله ده انا الغلبانه هرد على لا اسئلتك؟ تفتكر لا اكيد لا لا لا، انا اقصد واحده بسيطه على قدي، لا اقصد ما عنديش معنى السيده ديانا، لا اقصد، لا اقصد ده. ثواني بس، لا اقصد، فحضرتك لو عندك وقت بينك وبين نفسك يعني، اعملي بحث في الانترنت، اكتبي بس الشيخ وسام عبد الله، ادخلي على اليوتيوب وتشوفي اتصالات مناظرات، من ضمنهم مناظره مع القنوس عبد المسيح بسيط ابو الخير، وفي مناظرات باللغه الانجليزيه، من ضمنهم افضل مناظره سنه 2008 مع الدكتور القس جان سي رينكن، وهو صاحب كلية لاهوت في ولاية كناتيكان وبيعطي دكتوراه في اللاهوت. اهلا وسهلا بكي، اعملي بحث على الشيخ وسام عبد الله في اليوتيوب. شاكرين جدا على ادبك وسعة صدرك، في امان الله، مع الف سلامة. كان معانا الهواء مباشرة الان قناة لوجس القبطية في الولايات المتحدة الأمريكية، قناة لوجس القبطية في الولايات المتحدة الأمريكية، السيدة ديانا، السيدة ديانا. قناة الطريق، معاك الشيخ وسام عبد الله من غرفة الحوار الإسلامي المسيحي في البرنامج البرتوك. جوزيف يعرفني. جوزيف، لو عندك البابا او رئيس اساقفه او اسقف او رئيس جماعه لاهوتيه او دكتوراه في اللاهوت عنده استعداد لمناظره
في عصمه الكتاب المقدس، انت عارف مكاني وانت كلمت عليا كتير، وانا كلمتك مره لايف. ماشي يا جوزيف، معاك الشيخ وسام عبد الله. هل في شخص في الكنيسه المصريه قادر على المناظره لاثبات ان هذا الكتاب المدعو الكتاب المقدس كلام الله، ولا انتوا تعرفوش الا في سب الاسلام وسب الرسول فقط؟ يا ريت بلغش. مع السلامه جوزيف. مش الواد اسمه جوزيف برضه ولا غلطان؟ قناه الطريق كان معاك على هواء مباشره الان. قناه الطريق الارثوذكسيه المسيحيه، القناه دي 24 ساعه هي هجوم على الاسلام بس والمسلمين. اتصلت عليه مره قبل كده لو فات. لو عايز تبني تدعي يا ده هي برضه ثاني. مش ممكن. الو. ايوه. سلام ونعمه. سلام ونعمتين. اهلا وسهلا بيك. نعمتين مره واحده. انا انت راجل طيب، ربي يباركك. كيف حالك امجد؟ سمير. امجد سمير ميلاد مظبوط؟ لا يا فندم، الرقم غلط يا فندم. امال مين حضرتك يا فندم؟ انا شريف يا فندم محمد. طيب ماشي. شريف مين بس؟ مين شريف؟ شريف مين؟ سلام ونعمة. نعمتين ومسلم. أمجد سمير ميلاد، قناة سيفن سات سيفن. أيوه. يا محسن اعمل بحث عليه. محسن احنا اتصلنا عليه قبل كده مرة. قناة سات سيفن القاهرة. أمجد سمير ميلاد، قناة سات سيفن القاهرة. Hello? Good afternoon, thank you for calling Fat Southern. Yeah, good afternoon, how are you? Do you speak Arabic or speak good English? Good afternoon, how are you? Yeah, I'm doing fine. Do you speak Arabic or speak English only? I speak English, but we do have an Arabic speaker. Would you like to speak with her? Yes, please. One moment, please. Thank you very much. God bless you, ma'am. سات 7 الولايات المتحدة الأمريكية. I was trying to connect you with our lady who speaks Arabic, and she has stepped out of the office. But she offered for me to give you her email address, and you can email her in Arabic, and she will. Can you hold 1 minute, please, if you don't mind? There is sure. Thank you very much. I'm just would like to ask you if you can give me a number for a priest. I can ask him a question about Christianity. Maybe he can enlighten me. Who do you want to ask a question to? I would like to ask a priest, Arab, somebody speak Arabic. Right, and I was trying with our intel. No, I'm not talking about here. I'm talking about somebody has a knowledge of Christianity, and in the same time he can speak Arabic. Do you have anyone? Do you have an I was actually going to give you an email address of a lady and actually, to reach out to. To be honest with you, ma'am, I don't like emails. I like to talk. Do you person. Want to call back tomorrow and ask to speak with Melissa? What's a good time for Melissa? What about Saturday? She's available Saturday? No, not Saturday, sir. Okay, but Thursday. She what? Is available tomorrow. What time? 8:30 to 3:30. New York time. New York time, yes. Okay, thank you very much. God bless you, ma'am. Thank you. Yeah. Bye-bye. Yeah. كان معانا لواء مباشرة الآن قناة سات 7 فرع الولايات المتحدة الأمريكية. Hi, this is SAT 7 office. We are not available right now. Please leave your name and message and we'll call you back as soon as we can. Thank you. To leave a callback number, press 5.
Hello, my name Osama Abdullah. I'm a biblical scholar. I would like to debate any Christian has a knowledge about the Bible. The debate, the title of the debate is The Authenticity of the Bible, is the Bible Word of God. My name is Osama Abdullah. Thank you very much. I will call you back to find out if anyone ready for a debate. And the topic of the debate is the Bible the Word of God? Thank you very much. God bless you. أنا قلت لهم رسالة باللغة الإنجليزية اسمي أسامة عبد الله بعرض عليكم مناظرة في عصمة الكتاب المقدس لو في حد دارس أهلا وسهلا بي نظرتي هتصل بكم مرة أخرى أعرف النتيجة تمام؟ ممكن الترجمة برضه تكون في الاتصال ده كان معانا لواء مباشرة الآن قناة سات 7 فرع كندا معذرة كبيرة قناة سات 7 فرع كندا الو كلمة حضرتك اهلا وسهلا بك الرب يبارك جماعة الروح القدس مبارك شاكرين يا فندم شكرا على سعة صدرك معاكي ابو مريم من امريكا من نيويورك ممكن ناخد بركة هو ايوه اهلا وسهلا بك ممكن ناخد بركة ممكن ناخد بركة اتعرف بكلم مع مين لو تكرمت الرب يبارك أنا اسمي مير مين معايا؟ ماري اسم جميل أبو مريم حضرتك؟ آه اسم جميل مريم يعني ده بنتي اسمها مريم بالمناسبة فاسم جميل يا أهلا أهلا وسهلا بك طيب سيدة ماري في إمكانية كان عندي استفسار يعني هل في موجود أحد ممكن استفسر منه كاهن أو واعظ أو مذيع أو أستاذ جامعي أو شيء من هذا القبيل؟ هو حاليا دلوقتي مش موجود حضرتك عندك سؤال معين؟ كان عندي سؤال استفسار معين فلو في امكانية يعني ما في حد موجود خالص الا حضرتك؟ إيه هو دلوقتي ما فيش حد يعني للأسف يعني طيب دي جامعة مظبوط بتدرس اللاهوت وكده ولا انا غلطان؟ مظبوط طيب طب في امكانية ربي باركك يعني بارك تعب محبتك يعني هل في حد متخصص نستفاد من علمه يعني تديني رقمه ونبقى نتصل بيه ونعرف منه حضرتك في اي مجال يعني يعني كما يقول يسوع اكرزوا بالانجيل للخليقة كلها سؤال من الانجيل يعني كنا عاوزين بس نعرف ناخد نستفيد يعني حضرتك عايز اجابة على سؤال من الانجيل فكنا لو في واحد مثلا تحت امرك مفيش مشاكل في لو في مثلا استاذ حضرتك حابب تقول لي السؤال؟ حضرتك انت اللي هتجاوبي؟ لا انا مش هجاوب طب في انا هدي لحد من الاساتذه يعني ممتاز طب في امكانيه تديني رقم استاذ من الاساتذه ابقى اتصل بيه اخد منه بركه وناخد منه اجابه لو تكرمتي؟ يا حضرتك ممكن تتكلم على نفس الرقم دوت مرة ثانية يعني لو حد موجود ممكن يجاوب عليك لو حد موجود يجاوب طيب انا ممكن طيب ممكن اسيب لحضرتك السؤال وحضرتك تسألي مثلا وبعد المرة الثانية ابقى اتصل نشوف لو حد موجود يرد او لو عندك اجابة برضو ما في مشكلة يعني كما يقول الكتاب مستعدين دائما لان تردوا على من يطلب منكم دليل ما انتم عليه من رجاء اتفضل حضرتك متشكرين جدا يا سيدة ماريا انا اولا بشكرك على ادبك وسعة صدرك فمتشكرين جدا سيدة ماريا انت ما تعلمي الكتاب المقدس بالنسبة لوصايا يسوع المفروض كمسيحي الواحد ينفذ الوصية تمام يا فندم كما يقول يسوع في انجيل يوحنا 14:15 ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياتي تمام وكمان يسوع يقول في انجيل يوحنا 12:48 مرة زلني ولم يقبل كلامي فله من يدين الكلام الذي تكلمت به ويدين وبعدين كمان انجيل مرقس 8:38 لان من استحى بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ فان ابن الانسان يستحى بي متى جاء مجد وكمان من ينكرني امام الناس انكره امام ابي الذي في السماوات الان حضرتك يبقى لازم كمسيحي الاحتفاظ بوصايا يسوع ده اخر شيء قالها قبل الصعود علموهم جميع ما اوصيتكم به ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به انجيل متى الاصحاح رقم اعتقد 28:20
الآن حضرتك يسوع قال كلام رائع جدا في موعظة الجبل، يعني كلام الكتب من ذهب بصراحة. منهم على سبيل المثال إنجيل متى 5:38، سمعت أنه قيل عين بعين وسن بسن، وإما أنا أقول لكم لا تقاوم الشر، من لكمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء. ثاني، لا تقاوم الشر، من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء. ومن سخرك ميلا واحدا فدى مع ميلين، ومن أراد أن افترض منك فلا ترده. سمعت أنه قيل بقريبك وتبغض عدوك، وإما أنا أقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا لمبغضيكم، وصلوا أجل الذين يسئون إليكم. ده كلام من أروع ما يكون. أولا التفسيرات المسيحية أنا مش هطول عليه كلها بتؤكد على هذا الموضوع، والكتاب المقدس هناك شواهد كتابية بتؤكدها. يعني مثلا عندك رسول بولس في روميا 12:17، لا تجوزوا أحد عن شر بشر. كمان عند حضرتك روميا 12:19، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء. كمان عندك روميا 12:21، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. كمان رسالة إلى تسالونيكي الأولى 5:15، انظروا ألا يجازي أحد عن أحد شر بشر. كمان يقول يسوع في إنجيل متى 18:21، يقول اغفر له إلى 7 مرات. طبعا وسبع مرات بعد كده قال لا أقول لك 7 مرات بل إلى 70 مرة، مش عدد يبقى 400 وكسر. تمام، إذا الكلام واضح. السؤال بقى حضرتك هنا، دي مقدمة للسؤال. لو نفترض لا قدر الرب يعني واحد دخل بيته، طبعا أنا المفروض أسمع الكلام ده أقول آمين، زي ما حضرتك بتقول الكلام مظبوط. المفروض كما يقول يسوع السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول، والكلام ده موجود في إنجيل متى ولوقا ومرقس. لو في واحد لا قدر الرب دخل بيته، اتلاقى إنسان شرير انتصب أحد من أهله، هل هينفذ وصية يسوع لا تقوموا الشر من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، باركوا لاعنيكم، احسنوا مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم، لا تجوز أحد عن شر بشر، ولا هيكسر الوصية ويحارب هذا الشرير؟ هو ده السؤال. كان حضرتك هل لو واحد دخل بيته تلاقى شخص بيغتصب أحد من أهله، أمه أخته حتى ابنه بنته، هل هينفذ الوصية أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا مبغضيكم وصلوا أجل الذين يسئون إليكم لا تقوموا الشر من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر لا تجوز أحد عن شر بشر لا غير الشر، ولا هيكسر الوصية؟ لو كسر الوصية، طب ما معنى كسر الوصية؟ معناها ان كلام يسوع لا يصلح. ويسوع بيقول ايه بقى؟ من يستحب كلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ فان ابن الانسان يستحبيه. ويسوع يقول من ردنا ولم يقبل كلامي فله من يدينه. ويسوع يقول من يمكنني امام الناس انكره امام ابي في السماوات. بالمناسبة حضرتك كل هذه الشواهد الكتابية بتأكد نفس الكلام لا تقوم الشر. ومع ذلك مش كده وبس، جميع التفسيرات المسيحيه سواء اذا كانت كاثوليك ارثوذكس بروتستانت بتاكد هذا الكلام. يعني حضرتك مثلا تدرس يعقوب مرطي في تفسيره هذا النص يقول سمعت انه قيل عين بعين وسن بسن، واما انا اقول لكم لا تقوم الشر، يقول من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر. يقول في القديم في العهد القديم منع الله شعب من قومه الشر بشر اعظم، سمع لهم بذلك من اجل قساوه قلوبهم. إما وقد دخلنا العهد الجديد فقد ارتفع بنا إلى مقابلة الشر لا بشر مماثل أو أقل أو حتى بصمت، وإنما نقابله بالخير. ده كلام تدرس يعقوب مرة. ولذلك بلغنا يسوع إلى أعلى درجات الكمال، وبيقول يرى القديس أغسطينوس إن السيد المسيح قد دخل بنا إلى درجة الكمال المسيحي كأعلى درجات الحب التي تربط الإنسان بأخيه، إذ يرى العلاقة التي تقوم بين البشر تأخذ 6 درجات. ده كلام مين؟ كلام القديس أغسطينوس. الأول الدرجة الأولى تظهر في الإنسان البدائي الذي يبدأ بالاعتداء على أخيه. الدرجة الثانية يرتفع الإنسان على المستوى السابق فلا يبدأ بالظلم. الدرجة الثالثة وهي درجة الشريعة اللي هي شريعة موسى وهي التي
ارتفع بهم عن الدرجتين السابقتين فلا تسمع لهم مقاومة الشر بشر أعظم. الدرجة الخامسة قال يقابل الشر بالصمت. الدرجة اللي رفعنا بها المسيح إلى الكمال يقول السادسة الذي رفعنا بها سيدنا وهي مقابلة الشرير الشر بالخير ناظرين إلى الشرير كمريض يحتاج إلى علاج. يبقى لما يجي حد يدخل البيت ويفعل ذلك أنت المفروض لا تقاومه، أنت المفروض تنفذ الوصية. هذا شواهد كتابية كلام المسيح والتفسيرات المسيحية. قفلت التليفون يا أخوان، طبعا قفل التليفون أجمل رد وأقوى رد قفل التليفون. كان معاك على الهواء مباشرة الآن جامعة لاهوتية في أمريكا، كان معانا ردت على التليفون السيدة ماريا، السيدة ماريا من جماعة الروح القدس. أقوى رد إن هي سمعت هذا الكلام، طبعا كانت في قمة الإحراج لأنها أنثى، في الآخر قفلت التليفون لأن أثبتت لها من كلام يسوع ومن شواهد كتابية من كلام بولس ومن تفسيرات المسيحية إن ما حد يدخل بيت مسيح وتلاقي واحد بيغتصب أمه أخته بنته يعمل لها إيه؟ يقول له ربي يباركك. Is unavailable to take your call. Please leave a message after the tone. هلا مساء الخير. أنا قبل كده اتكلمت مع الدكتور نبيل وهو مؤسس هذه القناة وليه جامعة بيدي فيها درجة دكتوراه، هو وزوجته يعني، فهو رافض تماما أي سؤال في المسيحية. فأنا بعرض عليه مناظرة في عصمة الكتاب المقدس. أنت راجل مؤسس جامعة وبتعطي درجة دكتوراه وزوجتك نفس الطريق، وانت قناة، انت رئيس القناة يا دكتور نبيل، ليه انت غير مستعد للكرازة؟ معك الشيخ وسام عبد الله من غرفة الحوار الاسلامي المسيحي في برنامج البلطوق. هتصل مرة تانية بيك ويا ريت اسمع ردك. شكرا. القناة الكلمة اعتقد الدكتور نبيل اسعد اعتقد اتصلنا بيها بكاتب صلاة قديمة ورفض اي سؤال في المسيحية، مع ان هذا الرجل مؤسس اولا كلية بيعطي فيها درجة الدكتوراه في اللاهوت. ايوه نبيل اسعد انا فاكر ما شاء الله، وكمان مؤسس قناة الكلمة، ورفض تماما في قمة الخوف ان هو يرد على اي سؤال اسأله. هذا الرجل بيعطي هو شخصيا بيعطي درجة الدكتوراه في اللاهوت. ليه جامعة لاهوتية هو اللي مؤسسها، ليه قناة مسيحية هو المؤسس، ومع ذلك خاف تماما يسأل اي سؤال في المسيحية. كان على الهواء مباشرة الآن اتصال على قناة الكلمة للدكتور القس نبيل أسعد اللي اتصلنا عليه قبل كده وخاف يسأل أي سؤال في المسيحية، مع إن في نقطة مهمة جدا، لو تدخل على القناة أو الجماعة بتاعته الويب سايت مكتوب مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألك عن سبب رجاء الذي فيك. ده الشعار بتاع القناة وده الشعار بتاع الجماعة بتاعته. وما اتصلت بيها رب ده فكرني بالظبط بايه، فكرني بالقمص او القس داود لمعي. داود لمعي كان في مؤتمر للشباب للكرازة، فبيقول لهم ايه، بيناقش معهم موضوع الاستعداد للكرازة، مؤتمر شتاء 2009 خدام اعدادي وثانوي اسقفية الشباب. فبيقول لهم انت كخادم او كمسيح جاهز ترد على اي سؤال على اي شخص في اي وقت على اي سؤال تاني، بيشرح لهم مستعدين دائما. فبقول ايه، انت كخادم او كمسيح جاهز ترد على اي شخص في اي وقت على اي سؤال. اتصلت بيه قلت له حضرتك انا سمعت للعظة، وقلت له العظة اللي انت كنت بتناقش فيها هذا النص استعداد لك، هل عندك حضرتك استعداد اسألك سؤال؟ قال لي لا، او قفل التليفون. شكراً للتصاليكم بقناة الحرية. صوت من ليس له صوت يقصد محبة المسيح للعالم. من فضلكم تبقي اسم ورسالة أو كنت في الصلاة وسأتصل بكم أحسن كامل كمان. وعلى الله يرغب يبارككم. Can you hear the message out of the town? When done, hang up or press the pound key. الشيخ وسام عبد الله من غرفة الحوار الإسلامي المسيحي في برنامج البلطوق بعرض على حضراتكم مناظرة في عصمة الكتاب المقدس. هل في عالم من علماء المسيحية من أي طائفة قادر على الدفاع عن ما يسمى الكتاب المقدس ويناظر في عصمة الكتاب المقدس؟
بالمناسبة حضرتك بتقول يسوع إله السلام، يعني يمكن أنت ما قرأش في الكتاب المقدس متى 10:34، لا تظن أني جئت لألقي سلام على الأرض، ما جئت لألقي سلام بالسيف، جئت لفرق بين الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها. إزاي ما قرأتوش الكتاب المقدس؟ لوقا 12:49، جئت لألقي نارا على الأرض، فماذا لو أريد أن لو اضطرمت؟ أظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا أقول لكم، بل القسام انقسم الابن والابن على الآب، والأم على البنت، والبنت على الأم، والحماة على كلمتها، والكنة على حماتها. يا ريت تراجعوا الكتاب المقدس لوقا 19:27، إما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم أو أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا وأذبحهم قدام. يا عيني على المحبة، يا عيني على المحبة، الله محبة، وأذبحهم قدام. إله السلام اللي أنتم بتبشروا به بالكرازة بيقول في إنجيل لوقا 14:26، إن كان أحد يأتي إليه ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخواته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذ. تكره البغض، شدة الكره، تكره نفسك، تكره أبوك، أمك، زوجتك، كل شيء، ما تصلح تكون تلميذ إلا لما تكون أنت بتكره كل هؤلاء الناس. معكم تاني الشيخ أسامة عبد الله من الغرفة الإسلامية بنادي البلطوق، مستعدين للمناظرة في عصمة الكتاب المقدس. هل أنتم مستعدين للكرازة؟ كما كل كتاب كونوا مستعدين لما جاوبة كل ما نسألكم. اتصل بكم مرة تانية واسمع الإجابة. كان معاكم اللواء المباشرة قناة الحرية فرع مصر. قناة الحرية فرع مصر. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، كبير كل تكبير. باسمك قلبي الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي، يهتف باسمك قلبي الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدره، جل قدره، لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.